مات بعد مرور شهرين على توقيف رجاء سليم، وهو بطبيعة الحال إجراء قضائي ممكن اتخاذه بعد مرور شهرين، وأنه كلما زادت مدة التوقيف يمكن تخفيض الكفالة بشكل أكبر. نعم. بالتفاصيل بأنه هذه الكفالة المالية التي كانت عند التوقيف 500 مليار ليرة لبنانية، وتم تخفيضها إلى 200 مليار ليرة في الغرفة الإتهامية برئاسة القاضي بيير فرانسيس 12 نيسان الماضي، تم تخفيضها اليوم إلى مبلغ 100 مليار ليرة لبنانية، سددت نقدا، هي كفالة مالية، بالإضافة إلى التأكد بحسب مصادر قضائية للجديد من إلقاء الحجز على أكثر من 40 عقار تعود ملكيتها لرجاء سليمي، وتفوق قيمتها ملايين الدولارات. هذه قرار إخلاء السبيل أتى طبعا يعني، ولكن مع الإبقاء على قرار منع السفر. أود الإشارة بأن توقيف رجاء سليمي أتى على خلفية شكوى تقدمت بها مجموعة رواد العدالة في بداية أذار الماضي بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام وتبييض المال العام والإثراء غير المشروع. بعد نزاعات قضائية يعني وأخذ ورد في القضاء مدة شهرين، تم اليوم إخلاء سبيل رجاء سليمي كما أشرت بهذه الكفالة المالية، وهو يخضع الآن فقط للإجراءات القضائية في قلم عدة قبل مغادرته النظارة هنا. سارة. نعم، شكرا لك ريف. تفاصيل أكثر في نشرة الظهيرة. تتواصل الانتخابات النيابية بمرحلتها الثالثة المخصصة لاقتراع رؤساء الأقلام والكتبة والمساعدين الملاجين إدارة الانتخابات العامة يوم الأحد في 15 من أيار. مراسلو الجديد يواكبون منذ 7 صباحا هذا اليوم الانتخابي وينضمون إلينا تباعا من مختلف المناطق اللبنانية: زهراء فردون في بيروت، محمد شحادي في صور، ديانا عواضة في الشمال، محمد فرحات جزين الآن وكان في صيدا، سالي بومرعيب على بك في الهرمل، رنا شماس من جبيل ومحيطها. البداية مع محمد فرحات مباشرة.